زومبي الغزلان أو دير زومبي فيروس، واللي اتكلمت عنه صحيفة الجارديان البريطانية وقالت إنه منتشر في أكتر من 31 ولاية أمريكية. طبعاً شغل كتير من الناس على السوشيال ميديا الموضوع ده وعمل حالة كبيرة جداً من القلق عند كتير منهم. الجارديان قالت إنه المرض بيصيب مخ الغزلان وبيخليها تتصرف تصرفات أشبه بكائنات الزومبي الخيالية، وبيحول في كمان التركيبة الجينية ليهم. يعني مثلا معروف أن الغزلان من الكائنات اللي بتتغذى على الأعشاب، ولكن لو أصابها الفيروس ده بيبقى عندها شراهة للحوم، وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا الغزلان بتتصرف تصرفات غريبة جدا. الجارديان كمان أكدت على لسان علماء وخبراء أن في مخاوف من انتشار الفيروس للبشر، وأنه أكبر مشكلة بتواجه العلماء حاليا أن الفيروس ده ملهوش ولا علاج ولا لقاح.